اسمحوا لي اتكلم عن نفسي بس شويه عشان انا نسيت اخد الدواء بتاع النرجسيه. حلقه احمد سعد مع عمرو اديب في برنامج بيك تايم بودكاست قلبت السوشيال ميديا بسبب تصريحات وخفه دم احمد سعد. الكهربائي قاعد على القهوه طلب فيشه تفاح. وده غير المناوشات الطريفه اللي حصلت في الكواليس مع عمرو اديب. عمرو اديب سال احمد سعد بيقول له انا عرفت ان ليك اخ عالم، هو عالم في ايه؟ رد عليه احمد سعد ده اللي ضاع فينا، ما هو لو كان طلع فنان كان كسب اكتر بكتير. عمرو اديب ساله عالم سامح الاول 5 سنين في كليه علوم امتياز مع مرتبه الشرف، وطلع يعمل مؤتمر كده فاخدته اليابان علشان يحضر ماجستير ودكتوراه، وطلع هو الاول على اليابان في المجال بتاعه. امريكا شافت انه الاول واخدته لانه مجتهد، عملوا له معمل من اهم 10 معامل في العالم. بس كلمه الدكتور احمد زويل علشان ينزل يشتغل معاه في جامعه النيل في مصر. سامح ساب امريكا وقال لك انا هخدم بلدي ونزل مصر، وجامعه النيل قفلت دلوقتي. سامح دلوقتي بيعطل على كوبري اكتوبر عشان معاه عربيه 128 وايده كلها شحم، وانا اللي رحت جبته اخر مره. بس هو دلوقتي شغال دكتور وباحث في مستشفى سرطان الاطفال 57357. رحت له مره وشفت اصحابه العلماء ولقيت شكلهم غريب، وهو سامح اخويا خطير واللي حصل تجربه علميه. ولما عمرو اديب ساله على اللبس الغريب واللي كان صادم وطلع بيه الفتره الاخيره ولبسه للحلق، قال خرمت ودني ولبست حلق. في وقتها كانت الحياه محرومه وقلت يعني جت على ودني، فلما الدنيا بدات تبقى معايا في احسن حال بفضل الله والاغاني تنجح بدات اعمل زي باقي الناس، وفكرت اني اسافر وادور على ستايلست خبراء الموضه. وكمل احمد سعد وقال بعدين سافرت ايطاليا ميلانو وشفت احسن ستايلست في ميلانو وطلبت منه يلبسني احسن حاجه، وده كان مسار طبيعي لاي فنان يشوف الموضه والفاشون عامل ازاي، بس الناس مش حابين يشوفوني في الحته دي، والناس هجمت عليا بشكل صحاني وفوقني، واللي عملته ما كانش صح طبعا، كان غلط واعتذرت. بالاخص الموقف المحرج بتاع القميص الشبك الشفاف اللي طلعت بيه على المسرح، ولو البنات احيانا بتعمل حاجات غريبه انا عملت زي البنات، والهجوم كان كبير جدا عليا والقميص دخل الترند، وانا لقيت كده قمت قايل نكملها بلبس الحلق. واول ما طلعت على المسرح ام واحد صاحبي كلمتني وقالت انت مجنون يا ابني، وبعديها الدنيا اتقلبت وبداوا يشتغلوا عليا، وانا بدات اعاند، وفي الاخر اعتذرت وخليت القميص قدامي في البيت علشان اتعلم واتربى، والحلق في الدولاب. الترند مبهر، بس ما تعرفش ايه المشكله او الموضوع اللي هيكون ترند ايجابي ولا سلبي.